قال المصنف غفر الله له ولشيخنا ولنا وللمسلمين: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. قوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب والنياحة على الميت. ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء ما عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. من هذه تبعيضية، والإيمان بالله هو الإيمان بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. وقبله وقوله الصبر، الصبر في اللغة الحبس والكف على أقدار الله. الصبر على أقدار الله المؤلمة أن يحبس قلبه عن كراهة قضاء الله وقدره، ولسانه عن ما نهي، ولسانه وجوارحه عما نهي عنه من اللعن والسب والشتم وإتلاف المال والضرب وسفك الدم ونحو ذلك. وفي حديث ابن مسعود في الصحيحين عليه وسلم قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. هذا فيه ما يتعلق باللسان وما يتعلق بالجوارح. وقوله على أقدار الله، أقدار مضاف، ولفظ الجلالة مضاف إليه. والأقدار جمع قدر، والقدر يطلق على أمرين: الأمر الأول باعتبار المفعول وهو المقدور، نعم، والأمر الثاني باعتبار الفعل وهو فعل الله عز وجل. فباعتبار المقدور، هذا مثل المرض والموت والمصائب في البدن والأموال ونحو ذلك إلى آخره. الصبر على هذه الأشياء، الرضا، الصبر واجب كما سيأتينا في المراتب، الرضا بهذه الأشياء مستحب، يعني بالنظر إلى المقدور من مرض وموت ومصيبة في المال والأهل، الرضا بهذا مستحب وليس واجبا، وباعتبار فعل الله عز وجل الرضا بهذا واجب. نعم، الرضا بهذا واجب، فيجب أن يرضى ويسلم. قال: مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد، مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن الصبر على أقدار الله المؤلمة من تمام توحيد الربوبية. وعدم النقص نقص، وعدم الصبر نقص في توحيد الربوبية. فالصبر هذا من تمام توحيد الربوبية، وعدم الصبر نقص في توحيد الربوبية.
نعم، فناسب أن يذكره المؤلف في كتابه. قال: وقوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. نعم، وفي قراءة يهدأ قلبه، يهدأ قلبه، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. يؤمن بالله بمعنى أن يعتقد. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، يعني يعتقد أن المصيبة بقضاء الله وقدره فيسترجع. فيسترجع يهدي قلبه. نعم، وقوله يهدي قلبه للصبر عليها. نعم، فسرها علقمة رحمه الله، علقمة بن قيس بن عبد الله بن علقمة من كبار التابعين. الشاهد من هذا، نعم، أن قوله ومن يؤمن بالله كما فسره علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، هذا من تمام الإيمان بالله، من تمام الإيمان بربوبية الله عز وجل. الشاهد من هذا أن الصبر على أقدار الله المؤلمة هو من تمام الإيمان بالله عز وجل، وأن عدم الصبر على أقدار الله المؤلمة أنه نقص بالإيمان بالله عز وجل، فدل ذلك على وجوب الصبر. قال رحمه الله تعالى: وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر. نعم، المراد بالكفر هنا الكفر الأصغر، لأن هذه من أعمال الجاهلية، من أعمال الجاهلية، وأيضا مما يدل لذلك أن الكفر هنا لم يأتي معرفا بالألف واللام، وقد ذكر شيخ الإسلام أن الكفر إذا جاء معرفا بالألف واللام فالمراد به الكفر الأكبر، وإذا كان غير معرف بالألف واللام فالمراد به الكفر الأصغر. قال: هما بهم كفر. الطعن في النسب العيب والتنقص والقدح في أنساب الناس، والنسب هو أصل الإنسان، آباؤه وأجداده يعيبهم ويقدح بهم، هذا الطعن في النسب. والنياحة على الميت، تقدم النياحة الميت، قيل بأن النياحة مع الميت هو البكاء مع الندبة، وقيل هو اجتماع النساء متقابلات للبكاء على الميت. نعم، في هذا الحديث تحريم الصفت ووجوب الصبر، لأن النياحة على الميت هذا من أي شيء؟ من التسخط وعدم الصبر، فدل ذلك على أن النياحة على الميت أنها محرمة ولا تجوز، وأن التسخط محرم، وأن الصبر، نعم، أن الصبر واجب، نعم، أن الصبر واجب، ففيه وجوب الصبر. تقدم أن عدم الصبر هذا ينافي توحيد الربوبية، ووجود الصبر هذا من تمام توحيد الربوبية. قال: ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود. الحد صفقة الوجه، والوجه على وجه العموم لا يجوز ضربه،
نعم الوجه لا يجوز ضربه، لأن الله سبحانه وتعالى خلق آدم على صورته، وهذا مما يجهله ويتساهل فيه كثير من الناس. الوجه لا يجوز، ولأن الوجه أيضا يجمع كثيرا من المنافع، وربما أدى ضرب هذا الوجه إلى فوات شيء من هذه المنافع. ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب، شق الجيب والفتحة في الثوب يدخل منها الرأس شقها، ودعا بدعوى الجاهلية. دعوى الجاهلية هي الندبة والدعاء بالويل والثبور، الندبة والدعاء بالويل والثبور والنياحة، هذه كلها من دعوى الجاهلية. وقوله ليس منا، يعني ظاهر هذا ماذا؟ الكفر. نعم، لكن المقصود هنا ليس منا في أي شيء، ها؟ في هذا العمل، صح، ليس منا في هذا العمل. نعم، في هذا العمل ليس منا في هذا العمل، وهذه الخصلة، هذه من خصال أهل الجاهلية. ففي هذا تحريم التسخط ووجوب الصبر. نعم، واضح. قال: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، يعني من كان ابتلاؤه أعظم كان جزاؤه عند الله أعظم. ولهذا من ابتلي بحبيبتين عوضه الله عز وجل عنهما الجنة. وإذا قبض ولد العبد واسترجع، قال الله عز وجل: ابن لعبدي بيتا وسموه بيت الحمد. وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، يعني اختبرهم بما يحصل لهم من المصائب. وش النتيجة بعد الاختبار؟ فمن رضي فله الرضا. من هذه؟ شرطية. يعني من شرطية، رضي فله الرضا، هذا جواب الشرط. يعني من رضي بقضاء الله وقدره فله الرضا من الله سبحانه وتعالى. ولا شك أنه إذا حصل له الرضا من الله سيحصل له الثواب والأجر العظيم. ولهذا الصبر أجره وثوابه ليس محصورا ولا مقيدا بعدد. كثير من الأعمال تجد أن أجرها مقيد بعدد، لكن الصبر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ومن سخط، من هذه شرطية، من سخط فله السخط. يعني من سخط كره قضاء الله وقدره، تسخط أن يكره قضاء الله وقدره، أو أن يأتي بلسانه وجوارحه ما نهي عنه من السب والشتم والكسر والضرب ونحو ذلك، فله السخط من الله عز وجل، فإن الله يسخط عليه ويغضب عليه. نعم، وهذا لا شك أنه وزر عظيم، هذا السخط أن يكون الله عز وجل يغضب عليه هذا وزر عظيم. الشاهد هنا أنه إذا سخط له السخط من الله، أنه إذا، والسخط محرم، السخط ضد الصبر، يعني إذا ترك الصبر فإن عليه هذا الإثم العظيم. نعم، هذا الإثم العظيم مما يدل على وجوب الصبر، مما يدل على وجوب الصبر. وأنه إذا صبر له هذا الفضل العظيم. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده الخير، إذا أراد الله بعبده الخير، نعم، عجل له العقوبة في الدنيا. الخير ينقسم إلى قسمين: خير كلي وخير نسبي. نعم، خير كلي وخير نسبي.
الخير الكلي أن لا يعاقب في الدنيا ولا في الآخرة، والخير النسبي كما في هذا الحديث، وهو أنه يلحقه شيء من العقوبة في الدنيا لكن تكفر ما عليه من الذنوب والمعاصي. عجل له العقوبة، العقوبة هي مؤاخذة العاصي على معصيته، سميت بذلك لأنها تعقب الذنب، عقوبة لأنها تعقب الذنب. قال في الدنيا: وإذا أراد بعبده الشر، الله سبحانه وتعالى لا يريد الشر لذات الشر، لكن يريد الشر لما يترتب عليه من المصالح، فالشر لله سبحانه وتعالى ليس مرادا لذاته، وإنما هو مراد لغيره. نعم، مراد لغيره. ولهذا جاء في حديث علي بن صحيح مسلم: والشر ليس إليك، فهو مراد لغيره وليس مرادا لذاته، بما يترتب عليه من المصالح من تكفير السيئات ورفعة الدرجات وزيادة الحسنات. وإذا أراد بعبده الشر أمسك، يعني لا يعاجل بعقوبة الذنب في الدنيا، نعم، أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. نعم، فيؤخر عنه عقوبة ذنبه حتى يجي يوم القيامة مستوفر الذنوب، فيستوفي ما يستحقه من العذاب. ولا شك أن عذاب الآخرة أعظم من عذاب، نعم، أعظم من عذاب الدنيا. في هذا الحديث الحث على الصبر على المصائب، نعم، فيه الحث على الصبر على المصائب والرضا بالقدر، لأن ذلك في صالح العبد. يعني بقي عندنا مسألة، وهي ما يحصل من المراتب، يعني المراتب عند حصول شيء من المصائب. يعني إذا حصل على المسلم شيء، إذا حصل على المسلم شيء من أقدار الله المؤلمة، سواء في بدنه أو ماله أو في أهله، فله مراتب. المرتبة الأولى مرتبة الصبر، وهذه المرتبة واجبة، وهي أن يحبس قلبه عن كراهة قضاء الله وقدره، ولسانه وجوارحه عما نهي عنه كما سلف. المرتبة الثانية مرتبة التسخط، وهذه حكمها محرمة ولا تجوز. والتسخط هي ضد الصبر، أن يكره قضاء الله وقدره، أو أن يفعل بلسانه وجوارحه ما نهي عنه. المرتبة الثالثة مرتبة الرضا، وهذه مستحبة، مرتبة الرضا مستحبة. والرضا إنما هو بالمقدور وليس بالقدر الذي هو فعل الله، بالمقدور المفعول، هذا مستحب. يعني كونك ترضى بالمرض والمصيبة في المال وفي الأهل وبالموت ونحو ذلك، هذا مستحب. فالرضاء بالقدر بمعنى المقدور هذا مستحب، وأما الرضا بالقدر الذي هو فعل الله عز وجل فهذا واجب، نعم، هذا واجب. المرتبة الثالثة، نعم، المرتبة الرابعة، نعم، الشكر، نعم، مرتبة الشكر، وهو أن يشكر الله عز وجل على ما حصل له من هذه المصيبة. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجع. وأيضا إذا أصيب العبد بولده حمد الله واسترجع، قال الله عز وجل: أبنوا لعبدي بيتا وسموه بيت الحمد. فهذه المصيبة و
وإن كانت بظاهرها مصيبة إلا أنها في باطنها منحة من الله عز وجل لما يترتب عليها من تكبير السيئات ورفعة الدرجات. وفق الله جميعا.